السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي وعزيزاتي زملائي وزميلاتي، وفيديو جديد من سلسلة فيديوهات العيادة. كنا اتكلمنا مع حضراتكم في الفترة السابقة عن كل مراحل النمو الحركي والذهني واللفظي والاجتماعي لدى الأطفال، وقلنا مهم جدا 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 ان كل الأمهات وكل الدكاترة وكل طلبة كل الطب انهم يعرفوا مراحل النمو والتطور في الأطفال بشكل مفصل جدا. ليه الكلام ده كله؟ النهاردة جاي أنا أكلم حضراتكم على أهمية هذا الكلام اللي احنا قلنا ان هو يعني لازم كل الناس تعرفه. عايز أقول لحضراتكم على حالة، لو أنا كدكتور أو كدكتورة أنا ما أعرفش مراحل النمو الحركي، ممكن الحالة دي ما أعرفش أشخصها، أو الحالة دي أنا تعدي مني أو تروح لحد واثنين وثلاثة وتروح لحد لغاية ما يشخصها، وتبقى طبعا مشكلة لدى الدكتور، إن زي ما أنا قلت يعني هيبقى منظره مش حلو قدام العيانين وقدام الناس إن الحالة الفلانية دي عدت عليه ومعرفة شخصها. الحاجة التانية ان العيانين هيبدأ يعني يخسروا اكتر واكتر كل ما الحالة ما تتشخص متأخر، كل ما المشكلة تبقى اكتر والعيان ممكن حالته تتفاقم. ده بالعكس، ده في الحالة بتاعتنا النهاردة لو حضرتك تأخرت في العلاج وفي اكتشاف هذه الحالة، والحالة دخلت المستشفى وجالها مثلا عيا معين او التهاب رئوي ودخلت العناية المركزة، تخيلوا انها هتفقد فرصتها في العلاج تمام اللي هو اوريدي موجود في اغلب دول العالم وموجود في مصر بلد. طيب النهاردة احنا هنتكلم على تأخر النمو الحركي في الاطفال. احنا زي ما قلنا النمو الحركي بيبدأ من العيل وهو في بطن امه، المفروض الام بتحس ان العيل بيتحرك في بطنها، ده الطبيعي. طيب بعض الامهات لو حست ان الحركة مش طبيعية او الحركة قليلة، يبقى لازم تقول لدكتور النساء، وياريت العيل اول ما يتولد يشوفه دكتور اعصاب الاطفال. طيب إذا ما العيل اتولد، الطبيعي عند 3 شهور زي ما قلت لحضراتكم بيبدأ حاجة اسمها الهيد سبورت، يعني يبدأ تثبيت الرأس. إذا ما تأخر العيل عن 4 شهور في تثبيت الرأس، يبقى ده اسمه متأخر في النمو الحركي. الحالة بتاعتنا النهاردة كانت الشكوى الأساسية بتاعتها هي إن العيل ده ما بيصطبش رأسه، أو العيل ده مرخرخ، يعني العيل ده ما فيهوش يعني التون بتاع العضلات كما ينبغي ان هو يكون. طيب العيل ده تيجي نشوف الفيديو مع بعض دلوقتي، ان دون جاي مرخرخ زي ما انا قلت لحضراتكم، بنيجي نعمل له بقى الاختبارات دي، بنلاقي راسه المفروض ترتفع معايا، هي ما ارتفعتش معايا، اللي اسمها الهيدلاج. بعمل الاختبار التاني دون، يبقى بنسميه انفيرتد يو شيب اون فينترال سسبنشن، يعني بحطه كده بشيله من على بطنه، خلاص تلاقي راسه نزلت لتحت ورجليه نزلت لتحت، دي اللي زي ما حضراتكم شفتوا اسمها انفيرتد يو شيب اون فينترال سسبنشن. ادي تاني اهو هنوري حضراتكم دي الهيدلاج، الحاجة دي الفنترال سسبنشن، خلاص اللي هي الانفيرتد يو شيب اون فنترال سسبنشن، دي العلامة التانية، وشوفوا حضراتكم بنعملها بهذا الشكل. العلامة التالتة زي ما انا قلت لحضراتكم اهي اسمها فروج ليج بوزيشن، يعني تبقى رجليه زي شبه رجلين الضفدع. شوفوا انا بنيمه كده وبعدين بعمل الحركة دي، فبلاقي حاجة اسمها فروج ليج بوزيشن. التلات علامات دول اذا ما كانوا موجودين في الطفل بتاعنا، واحد دي فروج ليج بوزيشن، 2 انفيرتد يو شيب اون فينترال سسبنشن، 3 هيد لاج، ده احنا بنسمي العيل ده عنده فلوبي انفانت سندروم. فلوبي انفانت سندروم، فلوبي انفانت سندروم ده بقى مهم جدا لمرض مهم جدا اسمه ضمور اعصاب الحبل الشوكي، اللي هو سباينال ماسكولار اتروفي تايب 1، اللي هو فيردنج هوفمان سندروم. ايه بقى ميزه الكلام اللي احنا قلناه واهميته يا شباب؟ ان المرض ده اصبح له علاج، واصبح العلاج موجود في كل في اغلب دول العالم ومنها مصر، وموجود وبشكل مجاني. خلاص الدواء ده غالي جدا زي ما حضراتكم عارفين، غالي، ولكن الدولة المصرية بفضل الله وفرته وموجود في التأمين الصحي وبيصرف بالمجان. ايه اهمية الكلام اللي انا قلته قبل كده واللي الكل لازم يعرفه في هذا المرض؟ ان تخيلوا لو المرض ده تأخر في العلاج والطفل جاله مثلا التهاب رئوي ودخل العناية المركزة، او حصل له مثلا لخبطة في وظائف الكبد، او لخبطة في وظائف الكلى، او لخبطة في البارامترز بتاعت الدم بتاعته، تخيلوا ان الطفل ده بيفقد فرصته في العلاج، لان العلاج من ضمن البروتوكول لاعطاء العلاج ان العيان الطفل يعني ما يكون
يخش دخل عناية مركزة، ما يكونش الطفل أصلا يعني راح إنه هو دخل مستشفى أكتر من 18 ساعة، ما يكونش عنده اضطراب في وظائف الكلى أو وظائف الكبد أو اضطراب في صورة الدم الكاملة بتاعته، فيبدأ يفقد علاجه. شفتوا بقى قد إيه أهمية إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا نشخص الحالة بدري. تخيلوا إن حالة زي دي لو طبعا الطفل ده عمره 4 شهور وتشخص إن هو سباينال ماسكولار أتروفي، بنعمل إيه بقى النكست ستيب؟ طبعا الطفل بنعمل له دلوقتي خلاص هو فلوبي انفانت سندروم، انا بستبعد ان ما عندوش سنترال كوزس، ما عندوش مثلا كونجنيتال مايوباثي، وبعدين بنبدا نعمل له اللي هو الاس ام اي 1 والاس ام اي 2 خلاص، اللي هو يعني الجينيتك اناليسيس، واللي هي موجوده عندنا في مصر دلوقتي بشكل مجاني. لو العيل ده بروفد ان هو عنده سباينال ماسكولار اتروفي بيتحول علشان ياخد العلاج المجاني اللي هو موجود في مصر. دي اللي هو الفلوبي انفانت سندروم او الفيردن جوفمان سندروم اللي هو ده علاجه اصبح موجود. اتمنى ان يكون الفيديو ده يعني مفيد لحضراتكم، وكل الزملاء والزميلات حتى الامهات عرفوا ايه يعني علامات الطفل المرخرخ او الطفل اللي هو اللي بنسميه فلوبي انفانت سندروم، ونبدا نتعامل معاه ونبدا نحوله. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واتمنى ان حضراتكم جميعا تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه، وتنشروا الفيديوهات دي حتى يعم النفع والنشر يبقى لكل الناس تستفيد بيه، وتابعوني على كل القنوات. واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله.